السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة تسجيل الدخول في الايميل الروسي عن طريق الايفون. الكثير من الناس يسألني عن هذا الشيء، طبعا شرحه بسيط جدا، بس قبل لا ابدأ بالشرح اتمنى من الجميع الضغط على اشتراك في القناة عشان يوصل كل الجديد، وبنفس الوقت يوصلني الى عدد اكثر من المتابعين. نشوف الطريقة مع بعض. بعد ما تفتح ايميل في ايميل روسي، نضغط على الاعدادات من هنا، وبعد كذا ننزل الى الحسابات وكلمات السر. طبعا انا اصدار جهازي 11، عشان كذا يطلع لي الحسابات وكلمات السر. اللي اصداره 10 واقل من كذا يطلع له البريد والتقويم وجهات الاتصال، يضغط عليها ويدخل ويضيف الايميل الروسي، يعني زي الطريقه اللي بيسويها، ولكن اللي اصداره 11 يضغط على الحسابات وكلمات السر. بعد كذا تطلع لي مجموعه خيارات هنا، اللي مسجل انا مسجل فيه ايميل قديم وايميل يعني اخر مو روسي، انا ابغى اضيف ايميل روسي، اضغط على اضافه حساب من هنا. بعد كذا تطلع لي مجموعه خيارات جيميل وياهو اوتلوك وغيرها، احنا نضغط على اخرى من هنا. بعد كذا تطلع لي مجموعة خيارات، الخيارات هذه كلها ما لنا علاقة فيها، نضغط على أول خيار إضافة حساب في البريد. بعد كذا تطلع لي خيارات أعبيها بالشكل المطلوب، يقول لك الاسم والبريد وكلمة السر والوصف. نسجل الاسم هنا، هنا كاتب لك باسل أسعد كمثال، يعني احنا نكتب أي شيء، مثلا بكتب أنا مشعل. هنا الإيميل أنا مسوي نسخ ولصق عشان أختصر لكم الوقت بقدر الاستطاعة. هنا كلمة السر طبعا مطلوبة، كلمة السر لازم تسجلها. هنا الوصف، الوصف شنو معناه؟ الوصف طبعا عشان تعرف إيميلك إذا مسجل بأكثر من إيميل، إذا مسجل بأكثر من إيميل تعرف الإيميل هذا حق شنو. مثل بعضهم يسجلون بخمس إيميلات 10 إيميلات، يكتب واحد واثنين وثلاث عشان يعرف. أما الاسم هذا اللي يظهر عند الناس في الرسالة. بعد كذا نضغط على التالي. هنا يطلع لك البريد والملاحظات. الملاحظات انا انصحكم انكم تخلونها مقفل، عشان لو سجلت خروج، اذا فتحته وسجلت خروج ممكن تنحذف الملاحظات. نفتح البريد ونقفل الملاحظات ونضغط على حفظ من هنا. بعد كذا خلاص انت سجلت دخول في الايميل الروسي. خلينا نشوف الايميل تم تسجيله او لا. هنا راح تحصل كل الرسائل، واذا بغيت تفتح رسالة اخرى، رسالة جديدة من هنا، واذا بغيت ترسل رسالة جديدة من هنا، واي رسالة توصلك على الايميل تحصلها هنا. ندخل على الايقونة من هنا، زي ما قلت لكم هذا الايميل القديم اوتلوك، وهذا الايميل الجديد اللي هو بالوصف، يعني كتبنا ايميل. نشوف الايميل الروسي من هنا، زي ما انتم شايفين هذه الرسائل الروسية، عفوا باللغة الروسية زي ما انتم شايفين. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. لا تنسونا الضغط على الاشتراك والضغط على لايك. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة، في امان الله.